بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف السادس ابتدائي، ازيكم يا ابني؟ عاملين ايه؟ النهارده هنحل ان شاء الله الاسبوع العاشر تقييمات الاداء الصفي. السؤال الاول: حدد المتغير والتابع، المتغير التابع والمتغير المستقل. السؤال الاتي: رقم واحد، كمية الطعام وعدد السعرات الحرارية المكتسبة. كمية الطعام لما بتتغير السعرات الحرارية بتتأثر، يبقى السعرات الحرارية بتعتمد على كمية الطعام. تمام، يبقى كمية الطعام دي متغيرة بتتغير كل مرة. تمام، يبقى ده هيبقى ايه؟ المستقل. المستقل اللي هو كمية الطعام، والمتغير التابع اللي هو السعرات الحرارية. لو انا حبيت اعملها علاقة اقول الواي مثلا بتساوي، لو فرضت ان الكمية الواحدة الجرام مثلا فيه 5 سعر حراري، وهنا الاكس اللي هي كمية الطعام، الكمية دي تعبر مثلا عن 5 كيلو، 5 جرام، 3 جرام، 4 جرام، كل سعر حراري مثلا، كل جرام بيمثل 5 سعر حراري مثلا، كل جرام بيمثل 5 سعر حراري. يبقى الاكس دي لو انا فرضتها ان هي كمية طعام داخلة في الجسم، هيترتب على كده ان الواي تتغير اللي هي عدد السعرات الحرارية اللي الجسم بيكتسبها. تمام، يبقى عدد السعرات الحرارية هيتأثر بإيه؟ بكمية الطعام. يبقى ده بيعتمد على عدد السعرات الحرارية، بيعتمد على إيه؟ على كمية الطعام اللي داخل الجسم. يبقى هنا في متغير بيكون تابع وإيه؟ مستقل. المتغير التابع طبعا هنا الواي ده تابع، تمام، والإكس اللي هو المتغير إيه؟ المستقل. تمام، يبقى هنا متغير المستقل اللي هو كمية الطعام، والتابع ليه على طول اللي هو إيه؟ عدد السعرات الحرارية. فهمت يا أولاد؟ يبقى عدد السعرات الحرارية بيعتمد على كمية الطعام اللي داخل في الجسم، فكمية الطعام ده متغير مستقل، وهنا التابع اللي هو مين؟ عدد السعرات الحرارية. السؤال اللي بعده رقم 2: حدد المتغير التابع والمستقل، عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الإنسان أثناء السير بالدراجة مسافة معينة. طيب، السعرات الحرارية اللي بيفقدها الإنسان أثناء السير، في نشاط موجود طبعا، نشيط أو نتيجة حركة الإنسان بيفقد سعرات الحرارية. طيب، مين بقى المتغير التابع والمستقل؟ هنا أثناء السير بالدراجة مسافة معينة، يبقى المسافة، كل ما المسافة زادت السعرات الحرارية الحرق زاد أكتر. تمام، يبقى مين بيعتمد على مين؟ حرق أو عدد السعرات التي يفقدها الجسم بيعتمد على السير بالدراجة. يبقى السير بالدراجة ده المستقل، السير بالدراجة، هنمشي بالدراجة، ده متغير إيه؟ مستقل. أما المتغير التابع اللي هو بيعتمد عليه، بيعتمد عليه اللي هو مين؟ اللي هو عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الجسم. يبقى المتغير التابع هيعتمد على مين؟ المتغير التابع هيعتمد على السير بالدراجة. تمام، يبقى كل ما يمشي أكتر يبقى الحرق أكتر، بيزيد، يبقى بتأثر بيه. يبقى عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الجسم دي تابعة لمين؟ للمتغير المستقل اللي هو السير بالدراجة. يبقى السير بالدراجة ده المتغير المستقل، والتابع ليه على طول هيتأثر بيه اللي هو عدد السعرات الحرارية، عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الجسم. تمام، أثناء إيه السير؟ عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الجسم ده تابع. طيب، السير بالدراجة ده متغير ايه؟ مستقل. تمام، فهمنا زي المسألة اللي فاتت. هنا عدد السعرات الحرارية بتعتمد على كمية الطعام اللي داخل الجسم، كل ما كمية الطعام تزيد طبعا السعر الحرارية الحرق هيزيد. وهنا في السؤال التاني: كل ما السير بالدراجة زاد عدد السعرات الحرارية بايه اللي بيفقدها الجسم بتزيد. يبقى هنا المستقل اللي هو المتغير المستقل، والتابع اللي هو عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الجسم. فهمنا يا شباب كده؟ يبقى في السؤال الأول هتقول له المتغير المستقل هو كمية الطعام، والتابع عدد السعرات الحرارية. السؤال الثاني: المتغير التابع طبعا المستقل اللي هيبقى السير بالدراجة، التابع ليه عدد السعرات الحرارية. بناء على السير بالدراجة مسافة معينة هيتأثر بيه، هيتبعه على طول عدد السعرات الحرارية بيفقدها الجسم. فهمته؟ وهنا بناء على عدد كمية الطعام اللي داخل الجسم، ده مستقل، هو اللي بيتحكم، انت بتحكم في كمية الطعام الداخل والخارج، الداخل للجسم، الكمية اللي داخلها الجسم، ده مستقل.
اللي هيطبع ليه على طول ايه، هيتأثر بمين؟ على السعرات الحرارية اللي هيفقدها الجسم طبعا بزيادة، وكل ما زادت كمية الطعام الجسم على السعرات الحرارية ممكن يفقدها الجسم تساوي كذا، او السعرات الحرارية التي يكتسبها الجسم دي سعرات حرارية ولا كانت مكتسبة، فاهمين؟ يبقى كل ما الجسم دخل طعام فالسعرات الحرارية بتزيد، فبتتأثر بإيه؟ بكمية الطعام. ده مستقل وده تابع، المستقل اللي هو كمية الطعام، والمستقل اللي والتابع اللي هو السعرات الحرارية، ورقم اتنين متغير اللي هو المستقل السير بالدراجة، المسافة التي يسيرها الجسم بالدراجة، المسافة التي يسيرها الجسم أو المسافة التي يسيرها الجسم أو الإنسان بالدراجة، الإنسان بيمشي مسافة معينة بالدراجة اللي هو السير بالدراجة، ده من غير مستقل، تابع ليه؟ عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الجسم. طيب السؤال اللي بعده رقم 3، حدد المتغير التابع والمستقل. هنا بيقول لي المبلغ الذي يتم إنفاقه من المال لشراء عدد من الأقلام. طيب المبلغ الذي يتم إنفاقه من المال لشراء عدد من الأقلام، أنت مثلا لو اشتريت قلم هتدفع ثمنه، لو اشتريت قلمين هتدفع أكتر. يبقى هنا المتغير اللي قيمته بتتغير وانت بتتحكم فيه اللي هو عدد الأقلام، عدد الأقلام، كل ما الأقلام زادت، كل ما عدد الأقلام زاد كل ما المبلغ يدفعه ايه، يدفع أكتر، مفهوم كده؟ يبقى هنا في متغير مستقل اللي هو عدد الأقلام واللي هيتبع عليه على طول المبلغ اللي هندفعه. يبقى هنا المتغير للسؤال رقم 3 اللي هو المستقل اللي هو مين؟ عدد الأقلام. أما المتغير التابع ليه على طول اللي هو المبلغ المدفوع، تمام؟ المبلغ اللي هندفعه، فهمتوا؟ المبلغ الذي يتم إنفاقه من المال هيبقى ده إيه؟ تابع، والمستقل هو عدد الأقلام. رقم 4، حاول تفهم، حدد المتغير التابع والمستقل. عندي برضو عدد الساعات التي يستغرقها المصنع فيه في إنتاج عدد من الأجهزة الكهربائية، كل ما الإنتاج زاد بياخد ساعات أكتر، تمام؟ يبقى المتغير المستقل هنا اللي بنتحكم فيه اللي هو عدد الأجهزة، يبقى عدد الأجهزة المنتجة، الأجهزة اللي احنا هننتجها احنا بنتحكم فيها بدأ ايه؟ متغير مستقل. طب التابع، التابع ليه هيتبع ليه ايه بقى؟ عدد الساعات، تمام؟ يبقى الأجهزة المنتجة كل ما زادت عدد الأنتجة الأجهزة اللي احنا بننتجها كل ما عدد الساعات ايه زاد، ولو انتجنا مثلا جهاز واحد يبقى عدد الساعات اللازمة للإنتاج هتبقى قليلة، يبقى ده بيتأثر بالساعات هتنتج عددها عن طريق المجهود اللي هنعمله أو الأجهزة اللي احنا ننتجها. يبقى في هنا مستقل عدد الأجهزة المنتجة، وعدد الساعات هو التابع. ده سؤال 4. سؤال رقم 5، حدد المتغير التابع والمتغير المستقل. عندي فاتورة الملابس كانت بي، وعدد القطع المشتراة اس. طبعا عدد القطع المشتراة متحكم فيها، يبقى ده متغير ايه؟ مستقل. المتغير المستقل اللي هو ايه؟ عدد القطع اس، تمام؟ طيب والفاتورة ده هيبقى ايه يا اولاد؟ تابع. يبقى انا عندي متغير مستقل ومتغير ايه؟ تابع. يبقى المستقل عدد القطع المشتراه، التابع ليه على طول الفاتوره اللي هندفعها، المبلغ اللي هندفعه في الفاتوره، بيتحكم على مين؟ على حسب عدد القطع اللي احنا بنشتريها. طيب رقم 6، حدد المتغير التابع برضو نفس الفكره يا اولاد. رقم 6 عندي هنا متغير التابع والمستقل، المبلغ المدفوع به وعدد الكشاكيل، برضو يبقى ان هنا هو متغير مستقل اللي هو عدد الكشاكيل ده اللي بتحكم فيه، وبناء عليه هدفع فلوس اللي هو المتغير مين؟ التابع اللي هو التوتال، المبلغ كله اللي هدفعه اللي هو بي، تمام؟ هنا مستقل وهنا ايه؟ تابع. طيب السؤال اللي بعده رقم 7، رقم 7 بيقول لي اذا كانت المعادلة تي بتساوي 5F، عايزين نحدد مين هو المتغير التابع والمستقل. طبعا يا اولاد اللي بيتغير هنا الاف، الاف ده ايه؟ بيتغير بنتحكم فيه زي ما احنا عايزين وبناء على اي بتنتج. طب الاف ده عباره عن ايه؟ الاف هنا عباره عن عدد الكيلوغرامات من الفاكهه. يبقى انت عندك المتغير المستقل اللي هو اف، كل ما تشتري مثلا كيلو او 2 او 3 المبلغ اللي هتدفعه اللي هو التجميع التكلفه هيتغير، يبقى ده تابع لمين؟ تابع لعدد الكيلوغرامات من الفاكهه اف.
يبقى الاف هنا هتقول له ده متغير مستقل، ده اللي انا بتحكم فيه، واللي بينتج عليها طول اللي بيتبعه المبلغ الكلي، المبلغ كلي تي. خلاص يبقى هنا مستقل وهنا ايه تابع. السؤال اللي بعده رقم 8، اكتب المعادلة باستخدام متغير اكس وواي حيث اكس متغير مستقل، القاعدة هي الضرب في 6. القاعدة ضرب في 6 يعني اقول له واي بتساوي 6 في ايه في اكس. قال لي ان الاكس هنا متغير مستقل بيتحكم فيه زي ما انت عايز، ده مستقل وهيتبع عليه واي، يبقى واي بتساوي 6 اكس. قال ايه 8. السؤال اللي بعده رقم 9، اكتب معادلة باستخدام المتغيرات x و y حيث ال x متغير مستقل زي اللي فوقها، القاعدة هي جمع 4، يبقى هنا المتغير التابع هيساوي 4 في ولا زائد هنا الجمع يا ولاد، يبقى هجمع عليها x. تمام. السؤال 10، اكتب معادلة باستخدام المتغيرات x و y، برضو ال x مستقل، القاعدة هي الضرب في 3 ثم الجمع 5، يبقى الواي بتساوي هنضرب التلاتة في الإكس ونجمع عليها كام؟ 5. سؤال 11، إذا كانت القاعدة هي الضرب في 5، سؤال 11 أهو، القاعدة هي الضرب في 5 بين عدد الكيلوغرامات إف وإجمالي التكلفة تي، يبقى إجمالي التكلفة تي بيساوي الكيلو الواحد كان بكام؟ كان بخمسة، بيقول لك قاعدة الضرب في 5، هي علاقة بين عدد الكيلوغرامات، يبقى هنا 5 في إف، يعني لو الكيلو بخمسة جنيه مثلا أو 5 ريال. يبقى التكلفة الكلية 5 إف، عدد الكيلوغرامات، يبقى ده متغير مستقل وهينتج ليه هيتبعه التكلفة الكلية. السؤال اللي بعده 12، اكتب المعادلة التي تمثل العلاقة بين عدد التذاكر تي والإجمالي التكلفة التي تحصلها إس. الإس اللي هو المبلغ الكلي بيعتمد اعتماد كلي على عدد التذاكر تي، التي اللي هو المتغير المستقل، وعندي قال لي تمن التذكرة الواحدة 50 جنيه، يبقى لو اشترينا مثلا تذكرة يبقى 1 في 50 يدفع 50 جنيه، اشترى تذكرتين 2 في 50 يدفع 100 جنيه، وهكذا. يبقى التي هنا متغير مستقل وهنا يتبع عليه المبلغ الكلي. السؤال اللي بعده رقم 13، إذا كانت العلاقة بين عدد الوجبات والأرباح في الجدول الآتي، اكتب المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين المتغيرات X و Y. طيب أنا عندي الواحد بقت 25، الاتنين بقت 50، التلاتة 75، يبقى القاعدة عندي Y اللي هي الأرباح الكلية. لاحظ إن كل عدد الواحد في 25 ب 25، يعني الـ X بتضرب في 25، 1 في 25 ب 25، 2 في 25 ب 50، 3 في 25 ب 75، وهكذا. السؤال اللي بعده، إذا كانت المعادلة n بتساوي 5m، اذكر المتغير التابع والمتغير المستقل. n بتساوي 5 الm، الm هنا ده متغير ايه يا ولاد؟ الm اللي عندي ده متغير مستقل، والتابع اللي هو الn، n متغير تابع. السؤال اللي بعده رقم 15، y بتساوي 2x زائد 3، اذكر المتغير التابع والمستقل. عندي هنا الـ x ده مستقل، الـ x مستقل، والـ y تابع. تمام، يبقى عندك الـ x متغير مستقل والـ y متغير ايه تابع. فهمته؟ السؤال اللي بعده كده، خلصنا النوع الأول من المسائل، تعالوا نشوف النوع الثاني من التقييمات. الأداء المنزلي السؤال اللي بعده هنا في الأداء المنزلي رقم 1، برضه عايز نحدد المتغير التابع والمستقل. تعالوا نشوف السؤال الأول، هنا بيقول لي حدد المتغير التابع والمستقل رقم 1. عندي هنا عدد مرات ركوب القطار وعدد التذاكر المشتراه. طيب عدد مرات ركوب القطار وعدد التذاكر المشتراه. طيب بص يا اولاد، بيتكلم عن عدد مرات ركوب القطار، هو ركب مره يبقى هيقطع كام تذكره؟ هيقطع واحد. طب هيركب مرتين هيقطع تذكرتين، يركب 3 مرات يقطع 3 تذاكر. تمام، يبقى كل متغير مستقل هنا اللي هو عدد مرات الركوب اللي بيحددها. لو انا عايز مثلا اركب القطار مرتين الاسبوع ده فهقطع تذكرتين، يبقى اللي انت بتتحكم فيه عدد مرات ركوب القطار، يبقى ده متغير مستقل. يبقى المتغير المستقل اللي هو عدد مرات ركوب القطار، والمتغير اللي هيتبع عليه برضو عدد التذاكر اللي انت ايه هتشتريه. تمام، ده سؤال واحد. السؤال اللي بعده رقم 2، حدد متغير التابع والمستقل، عدد لترات البنزين في السيارة والمسافة المقطوعة.
طيب انت مثلا هتبص البنزين اللي عندك اللي انت محتاجه، انت عندك مسافة عايز تمشي مثلا 3 كيلو، يبقى انت حددت المسافة، انا عايز امشي مثلا 3 كيلو، يبقى انا ايه اللي هيكفيني كام لتر بنزين؟ مثلا 10 لتر بنزين. طب لو المسافة همشي مثلا 50 كيلو، يبقى مثلا عايز 500 لتر مثلا. يبقى اللي انت تتحكم فيه المسافة، انت اللي بتقرر المسافة اللي انا عايز امشيها كذا، وبناء عليها هملي العربية كام لتر. يبقى المسافة المقطوعة دي ما تغير ايه؟ مستقل. المسافة المقطوعة ده متغير مستقل، التابع ليه على طول عدد اللترات. يعني انت مش بتملى العربية وتستنى بقى هتمشيك قد ايه، لا انت تبقى عارف الاول انت محتاج قد ايه عشان انت هتمشي مسافة كذا. انا عايز امشي مثلا 5 كيلو، فانا محتاج مثلا عربية يبقى فيها لترات تكفيني المسافة، فان انا بتحكم في المسافة المقطوعة وبناء عليه هملى العربية عدد اللترات. السؤال اللي بعده رقم 3 برضه، عدد البالونات المشتراة والمبلغ الموجود معك. طيب البالونات المشتراة، انت مثلا اشتريت 5 بالونات 6 بالونات، انت مثلا معاك 20 جنيه. طب ال 20 جنيه دي هتشتري لك ايه؟ ممكن تشتري مثلا 3 بالونات او 4 بالونات حسب سعر البالونة. يبقى عدد البالونات اللي انت هتشتريها بتحدد حسب المبلغ اللي معاك. يبقى المبلغ اللي معاك الموجود هتقدر من خلاله تجيب عدد البالونات، هو اللي هيحدد لك البالونات اللي انت هتشتريها. يبقى هو بيعتمد على ايه المبلغ ده؟ على عدد البالونات اللي انت هتشتريها، بتحدد على اساس المبلغ اللي معاك، بيعتمد على المبلغ اللي معاك. يبقى عدد البالونات المشتراه هينتج نتيجه المبلغ، انت معاك مبلغ معين، فالمبلغ ده على اساسه هتشتري بالونات. يبقى مين المبلغ المستقل؟ المبلغ الموجود معاك ده المستقل، المبلغ الموجود، المبلغ الموجود معاك. فاهم الكلام ولا لا؟ انت معاك مبلغ معين، ركز كده الكلام عشان تفهم، انت معاك مبلغ معين، فالمبلغ المعين ده انا من خلاله قررت ان انا هشتري مثلا 5 بالونات. يعني مثلا دخلت محل لقيت بالونه مثلا كانت ب5 جنيه، وانت معاك 20 جنيه، ها هشتري كام بالونه؟ هشتري 4. يبقى مين اللي حدد لك الفلوس؟ المبلغ اللي معاك هو اللي حدد، هو حدد عدد البالونات اللي هتشتريها. يبقى اللي كان بيحكمك مين هنا؟ المبلغ اللي معاك هو اللي بيأثر عليك، هو المبلغ الموجود معاك ده هو اللي هيتحكم في عدد البالونات. فهمتوا؟ يبقى المبلغ الموجود معاك ده مستقل، انت معاك 5 جنيه 10 جنيه، ده مبلغ مستقل معاك هتتبع ليه على طول عدد البالونات. يبقى نتيجة وجود مبلغ موجود معاك هتقدر تجيب بالونات معينة حسب عدد البالونات تشتري، تشتري 5 بالونات 6 بالونات كده، يبقى ده هيتبع ليه على طول. يبقى لو كان معاك 20 جنيه والبالونة ب5 جنيه، يبقى انت هتشتري 4 بالونات. يبقى هو بيعتمد على ايه؟ عدد البالونات، اللي هو التابع بيعتمد على عدد المبلغ الموجود معاك. يبقى عدد البالونات بيعتمد على المبلغ الموجود معاك، يعني المبلغ الموجود معاك ده مستقل وهيتبع عليه عدد البالونات اللي انت ايه تشتريها من المحل. السؤال اللي بعده رقم 4، حدد برضو المتغير التابع والمستقل. تمام، يعني اعمل جدول اهو، هنا مستقل وهنا تابع، تمام كله كده. رقم 4، عدد الساعات التي اشغلها العامل تي في الانتاج والراتب الذي يقبضه. طيب الساعات، كل ما الساعات تتغير هينتج ليها الراتب، طبعا كل ما الساعات زادت يبقى الراتب زاد. يبقى هنا المتغير المستقل اللي هو التي، وينتج عليه المبلغ كله، المبلغ كله ار. يبقى المبلغ كله بيعتمد على عدد ساعات العمل. يبقى هنا المتغير المستقل اللي هو التي، هنا مستقل، وهنا المتغير التابع ليه اللي هو الار، المبلغ الكلي. السؤال 5، حدد المتغير التابع والمتغير المستقل، بيقول لي فاتورة الفندق بي وعدد الأيام الإقامة. مثلا أنت اللي بتتحكم فيه عدد الأيام، اللي بتتحكم فيه ده اللي هو الإس، يبقى الإس ده مستقل، وهينتج ليه الفاتورة اللي هتدفعها اللي هي بي. يبقى لو قعدت مثلا يومين هتدفع مثلا على اليوم مثلا 100 جنيه مثلا، يبقى 200 جنيه وهكذا. يبقى اللي بتتحكم فيه ده المستقل، وهيتبع عليه المبلغ اللي هتدفعه. سؤال 6، حدد المتغير التابع والمستقل، المبلغ المدفوع به وعدد الوجبات. نفس الفكرة، عدد الوجبات انت اللي بتتحكم فيها، وهي ينتج ليها المبلغ المدفوع به، تدفع على بناء وكذا. رقم 7، اذا كانت المعادلة R بتساوي 7N، تمثل علاقة بين عدد الكيلوغرامات N واجمالي التكلفة. يبقى انت برضه بتتحكم في عدد ايه؟ الكيلوغرامات اللي هو المستقل، وهيتبع عليها ال R اللي هو المبلغ الكلي اللي هتدفعه. سؤال 8، اكتب معادلة باستخدام المتغيرات x y،
حيث قاعدة الضرب في 8، يبقى الواي هتبقى هنا هي المتغير التابع، والإكس اللي هو المستقل. قاعدة هي الضرب في 8 يبقى 8 إكس. ده سؤال 8. سؤال 9، نكتب معادلة برضو. عندك الإكس مستقل، القاعدة هي طرح 7 ناقص 7، يبقى الواي هتساوي الإكس ناقص 7. السؤال اللي بعده 10، اكتب معادلة باستخدام المتغيرات إكس وواي. الإكس مستقل، القاعدة هي الضرب في 4 ثم طرح 6، يعني الواي هتساوي الـ4 هنضربها في الإكس ونطرح منها إيه؟ نطرح 6. سؤال 11، إذا كانت القاعدة هي الضرب في 8، القاعدة هي الضرب في 8 في العلاقة بين عدد الكيلوغرامات من الخضروات F وإجمالي التكلفة T، يبقى هنا T اللي هي التكلفة الكلية بتساوي تمن الكيلو الواحد اللي هو 8، وأقوم ضاربها في F، يبقى T بتساوي 8 F. السؤال اللي بعده رقم 12، اكتب المعادلة التي تمثل العلاقة بين عدد التذاكر المبيعة T وعدد مرات اللعب S. إذا كانت اللعبة بخمسة إيه؟ إذا كانت اللعبة تحتاج 5 تذاكر، كل لعبة بتحتاج 5 تذاكر، يبقى الخمسة دي هتتضرب في عدد إيه؟ اللعب، عدد مرات اللعب اللي هي إس. لو أنت هتلعب مرة يبقى أنت هتاخد كام تذكرة؟ هتاخد 5 تذاكر. لو تلعب مرتين يبقى تدفع 10، يبقى الإس دي اللي هي عدد المرات، عدد مرات اللعب بيتحدد عليها الثمن الكلي، عدد مرات التذاكر تي وعدد مرات اللعب. تمام، تي ده مش مبلغ غير، يبقى تي دي اللي هي عدد التذاكر اللي انت هتاخدها. انت مثلا قررت النهارده ان انت هتلعب لعبتين، يبقى تدفع تاخد كام تذكره، تشتري كام تذكره؟ هتقول له 2 في 5 ب 10، لان اللعبه الواحده بخمس تذاكر، قيمه اللعبه الواحده 5 تذاكر، يعني عايز تلعب لعبه بتقطع ايه؟ 5 تذاكر. فهمتوا؟ يبقى عدد التذاكر اللي احنا هنقطعها بيعتمد على الاس اللي هي ايه يا اولاد؟ اللي هي عدد مرات اللعب. يبقى عدد التذاكر بيعتمد على عدد مرات اللعب. يبقى انت قررت هتلعب مثلا 5 لعبات، يبقى لازم تجيب 15 تذكرة. تمام، يبقى قاعدة تي بتساوي 5 اس، اللي عدد التذاكر هنختارها بيساوي عدد مرات اللعب في تمن او في عدد الكروت اللي هنشتريها، عدد التذاكر اللي هنشتريها. يبقى عدد التذاكر الكلي بتساوي 5 تذكرة في عدد مرات اللعب، كل لعبة عليها 5 تذاكر. يبقى اللي بتغير عدد مرات اللعب ده اللي انا بتحكم فيه، وهينتج عليه عدد التذاكر الكلي. سؤال 13، اذا كانت العلاقه بين عدد التذاكر المشتركه في الجدول، اكتب معادله تعبر عن العلاقه بين واي واكس. بص كده، الواي 51 ب 50، 52 ب 100، وهكذا، يعني بيضرب في 50، يعني اقول الواي بتساوي 50 اكس. السؤال اللي بعده رقم 14، إذا كانت n تساوي 5a فإن المتغير التابع اللي هو ال n والمستقل أنا بتحكم فيه اللي هو ال a. سؤال 15، إذا كانت x بتساوي 2f زائد 3، المتغير التابع والمستقل، التابع هنا هيبقى t الاكس والمستقل الاف، مستقل الاف والتابع اكس. ده سؤال 15. تعالوا بقى نشوف النوع الثالث من المسائل اللي هو الاسبوع العاشر، التقييم الاسبوعي. ركز معايا ان شاء الله، نفس برضو الافكار، بتتكلم عن المتغير التابع والمتغير المستقل. في هنحل يا اولاد الاسبوع رقم 10، دلوقتي هنحل بقى اللي هو الايه، الاداء او التقويم الاسبوعي. تمام، خلصنا النوع الاول والثاني، المره دي النوع الثالث الاخير اللي هو بيتكلم عن التقويم الاسبوعي. السؤال الاول، حدد المتغير التابع والمستقل. عندي هنا بيقول لك كميه الطعام وعدد السعرات الحراريه المكتسبه. طيب انت عندك هنا كميه الطعام، كل ما انت تتحكم في ايه؟ تتحكم في كميه الطعام وبناء عليه عدد السعرات الحراريه المكتسبه، يعني بتحكم في ده المستقل. يبقى المستقل كميه الطعام ده تتحكم فيه، يبقى ده متغير مستقل. طب التابع دي على طول اللي هو عدد السعرات الحرارية. تمام،
يبقى كمية الطعام، وبعد كده عدد السعرات ايه الحرارية. رقم 2، حدد المتغير التابع والمستقل عدد لترات البنزين في السيارة والمسافة المقطوعة، اللي انا بتحكم في المسافة وينتج عليها ان انا هقرر هاخد لتر بنزين قد ايه. انا مثلا عايز اروح مشوار، المشوار ده هيحتاج لقيته مسافته 5 كيلومتر والعربية فاضية، يبقى انا هاخد كام لتر بنزين؟ هاخد 5 لتر. يبقى ال5 لتر دول يعتمدوا على المسافة، المسافة المقطوعة ده المتغير المستقل. يبقى المتغير المستقل هنقول له المسافة المقطوعة، ده الايه المتغير المستقل. اما التابع تمام اللي هو عدد لترات البنزين، عدد اللترات. سؤال 3 برضو نفس الفكرة، هو عايز يكتب معادلة الجمع 4، هي جمع 4 يبقى الواي بتساوي، خد بالك الاكس مستقل، اللي هتجمع 4 على الاكس يبقى اكس زائد 4. السؤال اللي بعده رقم 4، اكتب معادلة باستخدام متغيرات اكس وواي حيث الاكس مستقل، القاعدة هي ضرب في 3 وجمع 5 يبقى الواي تساوي 3 اكس ونجمع عليها ايه 5. السؤال اللي بعده رقم 5، عندي المعادلة عايزين نطلع منها المتغير التابع والمستقل، المستقل اللي هو اكس والواي بيساوي 2 اكس زائد 3، يبقى المستقل اللي انا بتحكم فيه اللي هو الاكس وهيتبع عليه الواي اللي هي اللي بره. طب السؤال 6 ده خلاص كده. طيب نشوف بقى اللي بعده، تقوم اللي بعده يا اولاد، حدد المتغير التابع والمستقل. هنا بيقول لي رقم 1، حدد المتغير التابع المستقل لعدد مرات ركوب القطار وعدد التذاكر المشتراه. يبقى انت التذاكر اللي هتشتريها هتعتمد على عدد مرات ركوب القطار، انت عايز تركب في الاسبوع ده مثلا 5 مرات القطار، تمام؟ يبقى انت قررت ايه اللي تتحكم فيه؟ ها عدد مرات الركوب، فهتروح تشتري التذاكر بناء على كده. يبقى هتجيب هنا المستقل اللي انت بتتحكم فيه اللي هو عدد مرات ركوب القطار، وبناء عليه التابع هنتبعه على طول مين؟ عدد التذاكر. رقم 2، المبلغ الذي يتم إنفاقه من المال لشراء عدد الأقلام، أنت قررت تشتري كم قلم؟ يبقى ده إيه؟ عدد الأقلام ده مستقل، ده مستقل، وبناء عليه هتدفع فلوس، هينتجه هيتباعوا على طول دفع الفلوس اللي هو المبلغ، يبقى ده إيه؟ تابع. رقم 3، اكتب معادلة باستخدام الـ X و Y، برضو القاعدة هنا الطرح من هي طرح 7، يعني الـ Y التابع بيساوي الـ X ناقص إيه؟ 7. سؤال 4، اكتب معادلة باستخدام الـ X و Y، القاعدة هي الضرب في 8 ثم جمع 4، يبقى الـ Y هنضرب في 8 تبقى 8 X وبعدين نجمع عليها إيه؟ 4. تمام. السؤال اللي بعده رقم 5، إذا كانت المعادلة N بتساوي 5N، التابع مين والمستقل؟ المستقل اللي هو الـ A. المستقل اللي هو الايه والتابع على طول ليه اللي هو ال n. طيب السؤال اللي بعده تعالوا نشوف اللي هو اخر موديل معانا، الاسبوع العاشر، التقييم الاسبوعي رقم 1. السؤال رقم 1 يا اولاد، حدد التابع المستقل لعدد الساعات التي يستغرقها المصنع تي في انتاج عدد الاجهزه الكهربائيه. طيب عدد الساعات بيتحدد على ايه؟ على اساس الاجهزه اللي انت قررت تحل ايه تنتجها، فاهمين؟ يعني مصنع مثلا انتج جهاز، الجهاز بياخد 5 ساعات، يبقى اللي بيتغير هنا كل مره انت تتحكم فيه عدد الاجهزه الكهربائيه، يبقى المستقل عدد الاجهزه، عدد الاجهزه الكهربائيه، والتابع على طول اكتب معايا لو الخط مش واضح بالنسبه لك اكتب ورايا، متغير التابع هتكتب ايه؟ عدد الساعات. تمام. السؤال اللي بعده رقم 2، حدد المتغير التابع والمستقل عدد البالونات المشتراه والمبلغ الموجود معك. انت مثلا معاك 20 جنيه، معاك 60 جنيه، ودخلت محل عايز تشتري البالونات كلها بالفلوس اللي معاك، فاهمين؟ انت معاك مبلغ معين والمبلغ ده هتخلصه كله في ايجاد عدد البالونات، يبقى هنا انت تتحكم في ايه؟ في المبلغ اللي انت واخده معاك وانت رايح، اتحكمت فيه اهو، رحت بقى بناء على الفلوس اللي معاك هتشتري بالونات، يبقى هيتبع عليها ان انت هتجيب بالونات، فاهمين ولا لا؟ بالك السؤال ده عشان عايز تركيز شويه، ممكن طالب يتلخبط يقول لك عدد البالونات المشتراه والمبلغ الموجود معك
لا، كلمة المبلغ موجود معاك، يبقى انت مبلغ وطالع من البيت معاك مبلغ معين وراح تشتري بالونات دي كله. يبقى انت قررت تشتري بال20 جنيه اللي معاك دي كلها بالونات. انت خدت ال20 جنيه معاك اهو، فخدت مثلا 60 جنيه عايز تشتري بيها بالونات، فاهمين؟ لانه قال لك هشتري بالمبلغ كله اللي معاك، يبقى انت مبلغ خدته وقررت هتاخد المبلغ ده، يبقى المبلغ ده هتجيب بيه بالونات. يبقى عدد البالونات بيعتمد على المبلغ الموجود معاك، انت تشتري كام بالونه حسب الفلوس اللي معاك، فهمتوا؟ يبقى هنا المستقل المبلغ الموجود معك والتابع عليه على طول عدد البالونات، تمام كده يا أولاد؟ سؤال رقم 2، خلاص تعال نشوف سؤال 3. اكتب معادلة باستخدام المتغير اكس وواي، القاعدة هي الضرب في 2 ثم الطرح 5. سؤال 3 بيقول لي هنا، سؤال 3 شايفين؟ هنضرب في 2 ونطرح 5، يبقى الواي تساوي 2 اكس ونطرح ايه؟ 5. طب سؤال 4، عندي هنا القاعدة هي جامعة 7، يبقى الواي تساوي اكس زائد 7. سؤال 5، إذا كانت المعادلة كيو بتساوي 5b زائد 3، المتغير التابع والمستقل، المستقل اللي هو البي، وهيتبع عليها على طول الناتج الكلي اللي هو كيو. شايفين كده؟ كده خلصنا الحمد لله الثلاث نماذج المطلوبين الأسبوع ده.